أكيد متابعين بصباحنا ومكفيين بعالم الموضة والتجميل والميك اب. خلينا هلا ننتقل ونشوف كيف فينا نهتم أكثر يمكن حواجبنا بالتاتو بالتقنيات الجديدة اللي صارت هي أخف وجع ومظهر طبيعي أكثر. مع بصرنا نرحب بخبير التجميل فراس عريج. أهلا وسهلا فيك خبير التاتو. أهلا وسهلا. صباح كل المشاهدين. اهلا وسهلا. صباحك. كل صبيه يمكن بتحب تحصل على اطلاله كامله من الجمال، دائما في كثير تفاصيل بتهمها، شعرها، عيونها، حواجبها، دائما بتدور على الشيء البسيط. اليوم عم نشوف توجه كثير كبير نحو التاتو، الحواجب وزراعه الحواجب، لانه عم تعطي فينا نقول طبيعيه اكثر للعين. خلينا نحكي قديش الحواجب اليوم بتغير من شكل الصبية ووجه الصبية، لأنه قبل كنا نشوف حواجب قاسية، فينا نشوف التاتو غامق يعطي قساوة، اليوم عم نشوف نحو الطبيعة، يعني أكثر طبيعية. بتلاقي الصبية حتى الزراعة عم تكون هيك خفيفة بسيطة نحو التشطيب، فبتقلب كل الإطلالة، يعني مقاييس الإطلالة تبع الصبية كلها بتصير مختلفة. بالتأكيد اليوم شكل الحواجب له تأثير كبير على جمال الوجه عند السيدات. صحيح. ومن الضروري ومن يكون عند السيدات والصبايا شكل الحاجب مرسوم بطريقة صحيحة وانسياب صحيح. هالشيء بيعطي شعور بالثقة بالنفس وبيعطي إطلالة جذابة لملامح الوجه وبروز شكل وجمال العين. تمام. تقنيات كثيره، خلينا نحكي ونبلش عن ابرز التقنيات اللي بنستخدمها بالتاتو. تمام. هلا افضل التقنيات، طبعا هني في تقنيات كثيره، ولكن من افضل واجمل التقنيات هي تقنيات المايكرو بليدنج وتقنيه المايكرو شادو. ولكن نحن بمراكزنا على مدار الخبره 20 سنه نحن عدلنا وطورنا بتقنيه المايكرو بليدنج لتقنيه المايكرو ماشين، وهي بتم فيها عمليه حقن حبيبات اللون بطريقه ما شو الاختلاف لما نشوف الاختلاف. يعني تقنيه احدث من تقنيه، ما نحن بنعرف تاتو حواجب تشطيب، هذا اللون تبع التاتو بيبقى اكثر، هذا ما بيمحي. تمام. شو الاختلاف بين الاليه او الجهاز التقنيه تمام. الاساسيه؟ تمام. هلا تقنيه المايكرو بليدنج هي تقنيه كثير حلوه كثير رائعه، بتم فيها تشطيب او خدش الجلد بتقنية رسم الشعرة شعرة. طبعا هاي التقنية ما بتدوم، يعني فينا نقول شبه دائمي، بتدوم من 4 شهور لتقريب السنة على حسب نوع البشرة وعلى حسب كفاءة المختص خبير التاتو. السنة فقط يعني هاي بالنسبة للمايكرو بليدنج. أما بالنسبة لتقنية المايكرو ماشين هي بتدوم من 2 لـ3 سنوات. بتم عملية حقن حبيبات اللون بدون أي ألم، بدون أي ورم أو نزف، أو نزف بالدم يعني، وما بيترك أي أثار جانبية على الجلد. وبيعطي جمال طبيعي بتقنيه شعره شعره، بيعطي جمال طبيعي. نعم. طبعا بتقنيه المايكرو ماشين بامكانيه السيده تغسل تتحمل تمارس حياتها بشكل طبيعي. خلينا نحكي ليش عند بعض السيدات لما بتعمل اي نوع من التاتو بهر شعر الحواجب عندها، شو السبب؟ اكيد هلا هذا السؤال كثير مهم وله شقين. في هلا تساقط شعر الحاجب، لو نحكي عن تساقط شعر الحاجب قبل التاتو، سبب تساقط شعر الحاجب قبل التاتو طبعا هي طريقة استخدام القلم. استخدام القلم أو قلم الشمعي أو قلم الحنة بيعطي تأثير سلبي على بصيلة الشعر، بيضعفها وممكن تتساقط مع الوقت. أما تساقط شعر الحاجب بعد عمل التاتو فهو نتيجة العمل الخاطئ بشغل التاتو، لما بصير في عنا نزف، لما بصير في عنا التهاب أو ندبات، فهون بصير في عنا ضمور بصيلة الشعرة، وبالتالي بعد فترة بتصير تتساقط.
يعني ذكرت بعض فينا نقول الاخطاء الشائعه اللي ممكن تتصرف الصبيه، خلينا نحكي عنها نضوي عنها اكثر. هي ممكن تاثر على شعر الحواجب، يعني بعض الاخطاء اللي ممكن تقوم فيها هي اساسا بتاثر، بتقول لك انا حواجبي كانوا كثيفين ما احلاهم، فجاه لقيتهم عم يهروا، ما عاد طلع لي يعني شعر حواجب. هي من الاخطاء الشائعه بتكون، ولا العمر كمان بيلعب دور؟ انا بالتاكيد من الاخطاء الشائعه هي اللي بتاثر على ضمور بصيله الشعر، هي تخطيط الحاجب بالقلم. يفضل اذا كان في ضروره، اذا كان عندها حواجب خفاف وحابه تظهر رسمه الحاجب بطريقه طبيعيه، يفضل استخدام الشادو او الظل العيني او مسكره يعني الحواجب، ولا كمان بتاثر مسكره الحواجب كمان بتاثر. طبعا تمام. اكيد من بعد التاتو في حياه رح تختلف حياتنا واهتمامنا ايضا بمنطقه الحواجب. خلينا نحكي عن ابرز يمكن الاهتمامات، هل في ممكن لوشن نحطه، ممكن ماده نحطها لحتى يطول من عمر الحبر؟ طبعا هي بالنسبه لاستمرار اللون او ثبات اللون على الحاجب، اهم شيء انه ما يجي على الحواجب بكريم واقي شمسي او كريم اساسي، هي اهم نقطه. يعني لازم نفصل جمال الحواجب لحال وجمال الوجه لحال. طيب خلينا نحكي البشره قديش بتلعب دور بالتاتو. يعني انا بقول مثلا في صبايا بتقول لك التاتو عندهم بقي اطول من فتره، البشره الدهنيه ممكن تكون يمكن مو بعرف هي اكثر فعاليه، او البشره الجافه او المختلطه. صحيح. لانه منطقه الحواجب اساسا عند منطقه الجبين هي الاكثر منطقه دهنيه بالوجه، فالبشره عند الصبيه قديش بتاثر بنجاح التاتو؟ ما تتصوريش هذا السؤال قديش مهم، وانا بنسال كثير بهذا بخصوص. هلا من خلال الخبره العمليه والدراسه، ما في بشره بالعالم ما بتاخذ لون ابدا، ولكن لكل بشره لها طريقه شغل. يعني لكل حاله وكل بشره لها طريقه شغل ونوع معين من الاحبار وكثافه الاحبار اللي تستخدم على البشره. البشره الدهنيه ما في اثبات علمي صحيح انه البشره الدهنيه ما بتاخذ لون، بالعكس هي بترجع ثبات اللون على كفاءه ومهاره اخصائي خبير التاتو بالعمل. طب لون البشره بيلعب دور؟ ابدا ما بيلعب دور. يعني بنشوف صبايا بيقول لك لانه بيضه كثير او لانه لا، لأنه ما كمان ما بيلعب دور اكيد، لا لانه بالنهايه نحن بننتقي اللون على حسب درجه لون شعره الحاجب. يعني نحن بدنا نوضع اللون على حسب درجه شعره الحاجب لنظهر الجمال الطبيعي للحاجب. تمام. يعني اليوم عم نحكي عن اهتمام كثير من الصبايا، ودائما ببدايه الفصل بصير في اهتمامات بالبشره وبعنايات بالبشره بمراكز التجميل، مثل ما كنا عم نحكي مع الدكتوره حلم شوي. هل بتاثر اذا عملنا تنظيف بشره على التاتو؟ هل ممكن اي ماشين يقربت على وشنا يروح اللون؟ لا 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 ابدا ما بياثر على التاتو نهائيا، لانه عمليه العمل التاتو هي عباره عن حقن حبيبات اللون داخل الجلد، ابدا ما بياثر اذا كان مشغول بطريقه صحيحه. يعني لازم نوه لهي الشغله، التاتو اذا كان مشغول بطريقه صحيحه لا ما بياثر وما بيترك اي اثار جانبيه. في صبايا بيقولوا لك انه انا بعد التاتو ما طلع لي شعر، يعني كان في شعر بحواجبي طبعاً. بعد التاتو ما عاد شفنا نمو بمنطقه التاتو للشعر، وهي كثير بنسمعها بين الصبايا والسيدات، شو اللي بيكون السبب؟ السبب طريقه التاتو غلط يعني؟ طبعا السبب هو طريقه عمل التاتو بطريقه خاطئه، اختيار مقاسات اور خاطئه. هي نحن بنختصرها بكلمتين، هي عدم المهاره عند اخصائي خبير التاتو، عدم دراسه البشره، عدم الكفاءه بالخبره. يعني نحن هون لما بصير في نزف بالدم بالحواجب او التهاب او تورم حاد، معناتها رح تظهر عندنا طبقه بلوريه وضمور ببصيلات الشعر، وبالنهايه تسمم بصيلات الشعر وبتؤدي لتساقط شعر الحاجب بعد التاتو. طيب في كثير صبايا وسيدات ممكن يقولوا لك انا بدي تاتو مثلا الفنانه الفلانيه، بدي رسمه حواجبي مثل تمام شخص معين. وهون خلينا نحكي قديش يمكن رسمة بتلعب دور، يعني قديش ممكن تقول لا هي الرسمة ما بتلبق لك، بدك رسمة صحيح مثلا ارفع لك حواجبك. في رسمات احيانا بنشوف العين حزينة بسبب تاتو قاسي، رسمة التاتو كثير غلط على وجه الصبية. صحيح. هلا رسمة الحواجب هي ترسم الحواجب بناء على قواعد
لملامح الوجه. خبير واخصائي التاتو بيمتلك هاي المهاره وبيمتلك هذه الدراسه. فلكل وجه له رسمه حاجب ولكل وجه له طريقه شغل. ما فينا نحن نختار رسمه حاجب على وجه حدا ونحطه على وجه، ممكن تختلف المقاسات. على سبيل المثال مساحه الجبهه ودائره العين ودائره العين ودائره الوجه، قطر العين ودائره الوجه، نحن بنختار رسمه الحاجب بناء على النقاط الثلاثة هذولي. بالنهاية في عنا نقاط نحن بنحط فيها لمسات رسمة الحواجب اللي هي بروز الأنف والخدين وبروز. واللون قد بيلعب دور؟ لأنه بنشوف أحيانا مثلا ممكن الشقرة عاملة تاتو غامق، يعني هلا يعني ما بصير. نحن يفترض إذا بدنا نحن نعمل تاتو ناجح يبين شكل الحاجب طبيعي لازم نختار اللون على نفس درجة بنية الشعرة وليس شعر المصبوغ. تمام. يعني بس بدي انوه لشغلي، درجات اللون هي اهم شيء، درجات اللون البني اللي بتتضمن 7 أو 8 درجات اساسية بيتم اختيارها بناء على خبرة اخصائي التاتو ليختار اللون المناسب لبنية الشعرة ليبين الحاجب عنها طبيعي بعيدا عن اللون الاسود. وخلينا نحكي عن الرتوش. الرتوش طبعا الرتوش هلا في ناس كثير بحددوا موعد الرتوش لكل العالم نفس الشيء. هلا الرتوش حقيقة بتحدد الرتوش بين التاتو والرتوش المدة الزمنية بناء على حسب كل فئة عمرية. تختلف مثلا الصبي اللي من عمر 18 لعمر 25 يفضل الحد الأدنى لعمل الرتوش هو 20 يوم، الحد الأدنى 20 يوم. بس شو فوائد الرتوش؟ يعني الرتوش شو فينا نحكي عنه لما نقول بعد 20 يوم بدنا نشوف اللون إذا تماماً. رسمة الحواجب ممكن أرجع أعمل لها إعادة من أول وجديد. يعني أنا بدي أختصر لك إياها، الرتوش هي وضع اللمسات الأخيرة على الحاجب. تمام. يعني اليوم بالمجمل هيك حكينا كل النقاط يلي بتهم كل السيدات لعمل التاتو على الحواجب. خلينا هيك بس شوي قبل ما نختم مع حضرتك نحكي عن تاتو اللاينر، تاتو الكونتور للتم ايضا. يمكن كثير في من السيدات او حتى هون عند الراس تجميليا نعم يعملوا رسم كانه شعر تغطيل. كانه شعر تغطيه للصلع. خلينا نحكي يمكن قديش كمان الفاعليه، قديش اللون، قديش خاصه اللاينر عم نشوفه عم يصير بعد فتره لونه ازرق. تمام. او وكمان خلينا نحكي عن البنج، تبنيج المنطقه صعبه يعني. تمام. هلا بالنسبه لتاتو الاي لاينر يفضل اهم نقطه نحن نختار اخصائي التاتو المتمكن والمحترف بهي المجال. حصرا الاي لاينر لانه طريقه الشغل كثير دقيقه. والسبب الثاني ليش اخصائي التاتو متمكن لانتقاء الماركات الصح. بس احيانا في بنشوف فعليا تغيير باللون خصوصا تاتو تغيير باللون هي بترجع على تمام على حسب نوعيه الحبر. يعني نوعيه الحبر بتلعب دور. في براندات كثير عاليه مكثفه، في براندات ما يعني تجاريه. طب كونتور فينا نقول الجبين او الراس كمان هون اللون بيلعب دور قديش بيبقى ولا ما بتنصح فيه؟ انا ابدا ما بنصح فيه. انا ممكن مع تعديل مع التاتو التجميلي لتغطيه الندبات والحروق والتشوهات الجلديه. انا مع بهذا الموضوع. نعم. نحن بالختام اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا وبدنا نتمنى لك نهار سعيد يا رب. شكرا. يسعد صباحكم. شكرا لك.